فوقاش كان نوجه كيفاش كيدوز الاستشاره الطبيه ديال السرطانات الوراثيه. كان نستقبلوا عندنا في الاستشاره الطبيه ديال السرطانات الوراثيه المريض اللي كيكون مصاحب العائله ديالو او لا. كنديروا الشجره ديال العائله على ثلاثه ديال الاجيال، وتنشوفوا الحالات ديال السرطان اللي في العائله، السن ديالهم، وتنشوفوا واش كاين بالضبط غنحتاجوا نديروا هذه التحليله الجينيه او لا. هناك عده انواع ديال التحليلات الجينيه اللي نقدروا نديروا في هذه القبيله الوراثيه لسرطان الثدي والمبيض. دونك حسب هذه الاستشاره الطبيه من بعد هذه الكونسلتاسيون كنشوفوا اين فرد من العائله غنديروا له هذه التحليله، هذه اول حاجه. وثاني حاجه اين نوع من هذه التحليله الجينيه غادي نديروا. دونك الا كانت عندنا ديجا واحد الطفره عائليه غادي نقلبوا بطريقه مستهدفه على هذه الطفره العائليه في هذه الجينه هذه، ولا ما كانش عندنا، عندنا بزاف ديال لي بانيل اللي كنديروهم بالان جي اس باش كنشوفوا اين تحليله غادي نديروا لهذه العائله اللي غادي تصلح ليها. علاش غادي نديروا هذا التشخيص ديال هذه القبيله الوراثيه والسرطان الثدي والمبيض، وعلاش غادي نديروا هذا التحليل الجيني؟ تنديروها لثلاثه الاشياء. الحاجه الاولى باش كنقوموا بواحد المراقبه مستمره، وواحد تنعطيو واحد العلاج مستهدف للمريضه. ثانيا باش كنقدروا نديروا التشخيص ما قبل العرضي العائله، الافراد العائله ديالهم اللي كيكونوا حتى هما عندهم احتمال انهم يكونوا حتى هما عندهم هذه القابليه الوراثيه لسرطان الثدي والمبيض. بالنسبه بحال دابا لواحد السيده اللي عندها هذه الطفره، الوليدات ديالها، الاخوان، الاخوات، الوالدين، العمات، الخالات، كيقدر يكون عندهم واحد الاحتمال انهم يكونوا هذه القابليه الوراثيه. كنديروا لهم هذا التشخيص ما قبل العرضي. التشخيص ما قبل العرضي شنو هو؟ انه هاد الناس ما عندهمش اعراض السرطان. كنديروا لهم واحد التحليله اللي هي ان سامبل بريليفمون سونغان، كنحيدوا واحد شويه ديال الدم، وباش كنديروا هذه التحليله هذه كنشوفوا واش هما حاملين حتى هما لهذه القبيله الوراثيه، باش غادي نقدروا نطرحوا عليهم نقولوا لهم يديروا واحد المراقبه مستمره ولا واحد الجراحه وقائيه. اذا شكون افراد العائله اللي معنيين بالامر بهاد الاستشاره الطبيه ديال السرطانات الوراثيه وبهاد التحليل الجيني التشخيص ما قبل العرضي؟ بالنسبه لواحد السيده اللي عندها سرطان ولقينا عندها بانه واحد عندها هاد الطفره وعندها القبيله الوراثيه لسرطان الثدي والمبيض، الوليدات ديالها يقدروا يديروا هاد التشخيص ما قبل العرضي، الاباء ديالها، الاخوان، الاخوات، العمات، الخالات، ابناء العم، بنات العم والخالات، نقدروا نديروا لهم هاد التحليله هادي. كناخذ لهم واحد العينه ديال الدم وباش نشوفوا واش هما ورثوا هاد الطفره العائليه اللي كتكون واحد 50% انهم يورثوها. الا لقينا انهم ما ورثوهاش هذا لا يعني انهم الاحتمال ديالهم صفر، كيرجع عندهم الاحتمال اللي عند ايها الناس اللي كيكون عندنا في عند الناس عامه، اللي هو بالنسبه مثلا السرطان الثدي يكون واحد 10 ولا 12% الاحتمال المراه ان يجيها سرطان الثدي. الا لقينا انه السيده او الولد ولا البنت اللي ما عندهمش اعراض السرطان ولكن لقينا عندهم الطفره، كنقترحوا عليهم واحد المراقبه مستمره ولا واحد الجراحه وقائيه ديال استئصال الثدي مع اعاده البناء ديال الثدي ولا استئصال ديال المبيض.